بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الكرام متابعينا في كل مكان، انطلق على بركة الله وتوفيق شوطنا السابع في هذه الفترة الصباحية في تحديات سن الثنايا وانطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة على أرضية ميدان الشحانية ضمن انطلاقة مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يسير هذا الشوط في تحدي ومنافسة جديدة مع هذه الشعارات وفي هذه الأجواء الاستثنائية المميزة على ميدان الشحانية لسباقات الهجن. نبدأ مباشرة بالتعرف على الخمسة المراكز المتقدمة في هذا الشوط، وبداية مع المركز الأول. هذا شوط يخص المكار، ومع عنيدة في مقدمة الشوط تحمل لشعار هجن الشحانية ويضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا تحديات عنيدة على مقدمة هذا الشوط. دلتها على المركز الثاني قوافي من خذ الثاني المراكز من هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا ثاني المراكز مع انطلاقة واندفاعة قوافي. ننتقل إلى المركز الثالث أو تابع في ثالث المراكز في هذه اللحظات، انطلاق وتحدي جميل من قبل بروق اللي خذت المركز الثاني من هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتابع تحديات بروق على المركز الثالث، ولكن تدخلت انسجام في هذه اللحظات من هجن الشحانية. وصل الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا تحديات ثالث المراكز، بينما نتابع المركز الخامس والأسماء القادمة. هذا هو المربع الذهبي هنا مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط، نتابع من خلال هذه اللقطات الجميلة وهذه لحظة المرور هناك مع هذه العدسات المميزة اللي تتابع هذه الانطلاقات على ميدان الشحانية. ناخذ المركز الخامس، خامس المراكز وصلت هجن الشقف في هذه اللحظات مع تقدم مزعلة في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يقدم مزعلة في هذا الشوط في هذه الانطلاقة وفي هذا المسار الجميل. هذه الخمس المراكز المتقدمة في هذا النداء الأول مع مسيرتنا الصباحية مع 8 كيلو مترات الحاضرة ومع هذه الانطلاقات مع سن الثنايا. نتابع هذا الشوط في تحدي ومنافسة ولا أجمل على أرضية الميدان، وخلف المراكز الخمسة الأولى نتابع هذه الأسماء القادمة والشعارات الواصلة مع الكادر السفلي نتابعها في هذا الشوط. هذه نتيجتنا المبدئية مشاهدين الكرام في أول أمتارنا مع رحلة 8 كيلومترات. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول والصدارة. قوافي 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 في مقدمة الشوط، قوافي في المركز الأول منطلقة هناك بالشعار الأدعم الكبير شعار هجري شحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا قوافي في قمة ومسار هذا الشوط، بينما الملاحقة تأتي من عنيدة على مستوى المركز الثاني في انطلاقة هذا الشوط من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي أيضا يقدم عنيدة في هذا الشوط ويسير بتحديات عنيدة في هذا المسار الجميل. الذهبي وصل مع تحدياته من خلال انطلاقة انسجام في المركز الثالث في هذا الشوط من هجن الشحانية ويضمرها الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع تحديات وانطلاقة انسجام في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع، شوف الثلاث المراكز في هذه التشكيلة المميزة في مقدمة الشوط. مثلث الناموس هنا مثلث الانطلاق الجميل في مقدمة هذا المسار نتابعه من خلال هذه الانطلاقة. نتابع المركز الرابع، رابع المراكز هجن الشقف بدأت أيضا تتقدم في هذا الشوط مع مزعلة وصلت في هذا المسار من هجن الشقف سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يقدم لنا مزعلة في المركز الرابع. وصل البطل بن جبران مع مزعلة في هذا الشوط تحمل لشعار هجن الشقب وتتواجد بقوة في هذا الشوط. المركز الخامس، خامس المراكز وصول من الهورية اللي بدأ تتقدم في أول إذاعة لها في هذا الشوط من هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم الهورية في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه الخمس المراكز مشاهدين الأعزاء وأسماء قادمة نتابعها في هذه اللحظات. هناك ريناد وأسماء غيرها قادمة في هذا الشوط وتحدي من دواليب والأسماء واصلة
التحديات قادمة من الأسماء أيضا الحاضرة والمشاركة في هذا الشوط. تابع هذه اللقطات الجميلة مع الكادر السفلي بمتابعة مخرجنا بن خزينة. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء ولا أجمل على ميدان الشحانية، منافسات مع تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن تحديات مخرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع مع حضراتكم هذا التحدي الكبير مع انطلاقات هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نعود مباشرة يا بن خزينة إلى مقدمة الشوط، تابع اللقطات الجميلة من قناة الريان، تابع بن خزينة في إبداعاته يظهر لنا هذه الساحة الرياضية المميزة على مدى 8 كيلومترات في عمق الميدان، وهذا القدوم الجميل لهذه الأصايل المنطلقة على أرضية الميدان. تابع هذا المنظر وتابع هذه الأسماء القادمة، وتابع هناك ساحة 8 كيلومترات وخف الأصايل والانطلاقة التي تحمل لنا مشاهدين الأعزاء هذا التحدي الكبير مع سن الثنايا، مع سن الثنايا. نتابع هنا هذه الانطلاقة الجميلة وميدان الشحانية هنا مشاهدين الأعزاء، ميدان التحدي الذي يرحب أيضا بجميع الضيوف، ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، وين البداية المقدمة والتحدي الأول، قوافي 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 من هجن الشحانية لا زالت متقدمة في هذا الشوط، لا زالت هي من تقود هذه الأسماء بمتابعة مشاهدي الأعزاء. محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتواجد مع البداية الأولى مع قوافي من يقود هذا الاسم في مقدمة الشوط، بينما على المركز الثاني ثاني المراكز وتابع هجن الشقب من تتقدم رويدا رويدا اللي أيضا تصل إلى مقدمة الشوط وإلى قمة الهرم. هذه مزعة لمشاهدين الأعزاء اللي بدأت تسير هناك وتحسن من موقعها، تصل إلى ثاني المراكز في هذه اللحظة. سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي يتابع لنا تحركات مزعلة على المركز الثاني، بينما في ثالث المراكز تواجد من عنيدة على المركز الثالث من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري الذي يقدم لنا انطلاقة وتحديات عنيدة على المركز الثاني. أما على المركز الثالث أما في رابع المراكز، المركز الرابع دواليب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، وفي خامس المراكز المركز الخامس تابع التواجد من الهورية من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يتقدم مع الهورية على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، ولا زالت الأمور هادية حتى هذه اللحظات، لا زال الجميع متحفظ هنا مع هذه الانطلاقة، إلا أن أجواء الكيلومتر الأخير تحمل لنا انطلاق وتحمل لنا إثارة وتحدي كبير على أرضية الميدان. هجن الشقب تغير مباشرة إلى مقدمة الشوط، مزعلة يا مزعلة من غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، اقتحمت إلى الصدارة مباشرة من هجن الشقب، تتواجد في هذا الشوط بمتابعة سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري الذي بدأ يقدم لنا مزعلة في هذه اللحظات مع تحديات البداية مع لوحة 2 كيلومترات، بينما في ثالث في ثاني المراكز قوافي من تراجعت وخذت المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي يقدم لنا قوافي على المركز الثاني. ولكن شوف التحرك الجميل في هذه اللحظات مع انطلاقة عنيدة في المركز الثالث، ولكن هناك الهورية، الهورية الهورية التي بدأت تسرع في هذه اللحظات، بدأت تنطلق مشاهدين الأعزاء من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، انضمت في المركز الرابع في هذه اللحظات. طواري وصل، الطواري وصل، الذهبي سالم بن فاران المري بدأ يشعل نار المنافسة من خلال تقدم طواري، وفي المركز الخامس ريناد، في خامس المراكز لسعارة الشيخ
عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. وصل الفراج هناك في تحديات الإناد. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، ولكن عودة إلى هجن الشقب، إلى المقدمة، إلى مزعلة يا مزعلة، مزعلة يا مزعلة يا مزعلة في مقدمة الشوط. انطلاق كبير مشاهدينا الأعزاء نتابعه مع هذه اللحظات. اشتعلت المنافسة، بدأت السرعة، بدأ الانطلاق، بدأ التحدي، بدأ التعليمات الطفيفة هنا مشاهدينا الأعزاء في اقترابنا من أجواء الكيلو متر الأخير. في اقترابنا هنا مشاهدينا الأعزاء من بوابة الكيلو متر الأخير. لحظة الانطلاق، لحظة الانطلاق، لحظة التعليمات وإصدار الأوامر. ما شاء الله، بدأت التعليمات، بدأت الإثارة. هيجن الشقب تنطلق مشاهدينا الأعزاء، أسرعت مزعلة نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز يا بن جبران. تابع بدقة مسار الشوط، الأسماء قادمة، الخطر واصل من عنيدة، عنيدة، عنيدة في المركز الثاني. هيجن الشحانية، الشبل، 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 جابر بن سالم بن فران المري، وفي ثالث المراكز تقدم من الهورية، وعلى المركز الرابع انطلاق من دواليب. هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، ولكن هجن الشقب هي الأقرب حتى هذه اللحظات من الناموس، هي الأقرب من الانتصار يا بن جبران. حافظ على مركز الصدارة، موقعنا مع اللحظات الأخيرة، مع الأمتار الذهبية، مع أمتار الناموس، أمتار الانتصار. التحديات الأخيرة على أرضية الميدان، ومزعلة، ومزعلة في المقدمة تبغي تهدي هذا الناموس إلى مؤسسة هجن الشقب، منطلقة بالمركز الأول. يلا يا البطل مع تحديات البداية، فارق جميل يؤمن الموقف مع تحديات مزعلة، مزعلة مع الناموس والانتصار. وهذا هو المرور الجميل من أمام المقصورة الرئيسية. سلام لهجن الشقب، سلام، سلام يا مزعلة، سلام. وشكرا لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري الذي قدم مزعلة في هذا الشوط. المركز الثاني وصلت الهورية من هجن الشحانية مع المشاغب، وفي ثالث المراكز وصول من دواليب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. المركز الرابع كان الوصول من عنيدة من هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وفي خامس المراكز، المركز الخامس قوافي من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ملخص شوطنا الماضي واللقطات الجميلة والبطيئة بمتابعة بن خزينة. ناخذ التوقيت الزمني، قطعت المسافة، مسافة 8 كيلومترات. مزعلة في 12 دقيقة 34 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشقب وتهريم وصوله لسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري على فوز مزعلة بالمركز الأول في تحديات شوطنا السابع، بينما المركز الثاني من وصلة الهورية وتوقيتها 12 دقيقة 39 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهنيم وصوله للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من وصلت في ثالث المراكز دواليب، وتوقيت دواليب هو 12 دقيقة 41 ثانية 55 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فران المد